أهلا بكم. هذا الفيديو مخصص للرد على سؤال واحد يتعلق بالقانون الجنسية الجديد، ونذهب للسؤال. سؤال: سمعت أمس أنه تم إقرار قانون الجنسية الجديد، وكنت قد شاهدت فيديو لك يتحدث عن تفاصيل هذا القانون، فهل تمت الموافقة على كل ما ذكرته في الفيديو؟ أنا يهمني موضوع الجنسية للمولود في ألمانيا، لأني أنتظر مولود بعد أشهر، لكني لا أملك بي آينز ولا يمكنني الحصول على الإقامة الدائمة. أولا، تمت الموافقة بالفعل على مسودة القانون الخاص بالجنسية، أو لنقل تم وضع النص النهائي للقانون المؤلف من 49 صفحة، وكل ما ذكرته سابقا بالفيديو الخاص بذلك ورد في هذا المشروع، لكن لم يتم إقراره حتى الآن ولم يصبح نافذا بعد، بل يحتاج للخطوة الأخيرة وهو التصويت عليه في البوندستاغ، والذي كما قلت يعني مضمون مرور هذا القانون كون الأغلبية البرلمانية قد وافقت عليه. ونعم، كل ما قمت بذكره سابقا في الفيديو، وسأتركه لكم في النهاية لمن لم يشاهده، يعني حتى لا نعيد تكرار تفاصيل القانون الجديد، كل ما قمت بذكره في ذلك الفيديو ورد في النص النهائي للقانون. أما بالنسبة لحالتك، فالطفل بموجب هذا القانون سيحصل مباشرة على الجنسية الألمانية، لأن الشروط الجديدة تسمح بتجنيس المواليد الذين قضى أحد أبويهما فترة 5 سنوات في الإقامة النظامية في ألمانيا. وهذه الفقرة لم تعدل فقط الفترة، بل عدلت أمرا مهما آخر. ففي القانون السابق والساري حاليا، يعني حتى الآن، يتطلب حصول المولود على الجنسية أن يكون أحد والديه قد قضى 8 سنوات في ألمانيا ويحمل الإقامة الدائمة، بالإضافة إلى ذلك عند ولادة الطفل، يعني 8 سنوات إقامة في ألمانيا إضافة إلى حمله للإقامة الدائمة. لكن في هذا القانون يكتفي بكونه قد أقام بشكل نظامي لمدة 5 سنوات، هكذا ورد في النص، أن يكون والده قد أقام بشكل نظامي لمدة 5 سنوات في ألمانيا ولم يشترط الإقامة الدائمة. وهذا أمر مهم، لأنه لو اشترطها، يعني معظم من يحصل على الإقامة الدائمة يحتاج حاليا لمدة 5 سنوات على الأقل، فلا معنى لتقصير المدة طالما سيضطر لمدة طويلة من أجل الحصول على الإقامة الدائمة. لذلك نص القانون على إلغاء شرط الإقامة الدائمة. أما حصول والد الطفل على الجنسية فهو لا يتم مباشرة، يعني ليس بمجرد أن يأتيك الطفل يحصل على الجنسية الألمانية تحصل أنت فورا على الجنسية الألمانية، هو لا يتم بشكل مباشر، لكن جرى تخفيض الشروط بشكل واضح لتسهيل حصول الأب على الجنسية عند ولادة الطفل الألماني بموجب هذا القانون. ومن ضمن التخفيضات شرط البي آينز للغة، لذلك أعتقد أنك ستستفيد من هذه التسهيلات. القانون كما قلت سابقا سيتم إقراره في غضون فترة بسيطة لن تتجاوز شهر أكتوبر، ولنا عودة بفيديو مفصل لتوضيح كل الحالات عند صدور هذا القانون. نكتفي بهذا القدر، دمتم بخير. إيه نعم. إيه نعم.